السلام عليكم. السؤال بيقول أين يقع برج بيزا المائل؟ وفي عندنا ثلاث اختيارات: فرنسا، إنجلترا، توسكانا. عامة برج بيزا المائل، هقول لك الإجابة كده على طول من غير ما تقعد تضيع وقتك وتقعد تلف يمين وشمال وتدخل القنوات وتطلع وتدور هنا وتدور هنا. الإجابة هو موجود في إيطاليا في مدينة بيزا في مقاطعة توسكانا. فالإجابة بتاعتنا هتبقى توسكانا، لا هو في لندن ولا هو في باريس. الإجابة سهلة وسريعة وما فيش فيها مشكلة، والإجابة صحيحة. ولو عايز تعرف الإجابة كل يوم بنفس الطريقة وبنفس السرعة تقدر تشترك على القناة وتفعل زر الجرس عشان تلاقي الإجابة بتاعت السؤال جاهزة في وشك أول ما تلاقيها. لو عايز تفصيل بقى عن برج بيزا أو أي معلومات تانية عنه أو معلومات موثقة عشان تتأكد من الإجابة بنفسك، هتلاقي في فيديوهات تانية أنا أعملها على القناة في المسابقة، وهتلاقي الحاجات بتاعتها مفصلة عشان تتأكد قبل ما تجاوب. شكرا.